بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، ومرة أخرى مع موضوع لاكوز، يعني السبب، كما رأينا في الفقرة السابقة لاغرامير، من قواعد اللغة كما نقول. إذن طبعا رأينا فيما سبق مجموعة عبارات وكلمات من خلالها نعبر عن لاكوز. إذن رأينا أولا لا بونكتياسيون، طبعا راينا النقطتين في حاله اذا ما اخذنا الترقيم. طبعا راينا في المسابق بانه يمكن ان نستعمل النقطتين للتعبير عن لا كوز. كما راينا اخذنا مثلا روت باغي ترافو، نقطتين دو بوين ترافو، اذا نتكلم عن طريق مقطوع ثم نقطتين اعمال. إذا المقصود بأن الطريق مقطوع بسبب أعمال. ثم رأينا استعمال لو بارتيسيب بريزون، ثم رأينا أيضا استعمال لو بارتيسيب بريزون. طبعا لو بارتيسيب بريزون هذا واحد الشكل تياخذ الفعل لتنعنيو به، كما في المثال لو ترافيك إيطون ترو دونس إيطون لو بارتيسيب بريزون، هو واحد الشكل تياخذ الفعل باش تدل على أن هذا الفعل يحدث تزامنا مع فعل آخر. لو ترافيك إيطون ترو دونس جو روبورت مون ديبار. إذن لو ترافيك إيطون، كما نقول كون بمعنى آخر كونه، ترو دونس أنه جد كثيف، جو روبورت مون ديبار أنا أؤجل انطلاقي في الوقت الذي تكون في حركة سير جد كثيفة. ثم أيضا رأينا كلمة كار، لا كونجونكسيون دو كورديناسيون كار، لا كونجونكسيون دو كورديناسيون كار. إذا طبعا تكلمنا عن أداة الربط كار، كما رأينا في المثال إلي أبسون، إلي أبسون هو غائب، كار إل أدو لا فيافا، كما نقول لأنه عنده حمى، كما لو نقول لأنه هو عنده حمى. ثم رأينا لادفيرب، ممكن نستعمل ظرف، كما نقول كثيرا تيلمون، تقريبا نفس الشيء، اونيفي كما نقول في الواقع إلى غير ذلك. إذا نستعمل مثل هذه الكلمات أيضا من أجل التعبير عن لا كوز، كما رأينا في المثال لا ريفيير إي سورتي دو سون لي تيلمون إلا بلو، تيلمون إلا بلو. إذن النهر يخرج عن سريره، المقصود أن النهر يخرج على المكان، على المكان المعتاد الجريان عليه طيلة السنة، لكن في وقت ما قد يخرج على هذا المجرى. إذا نتكلم عن لولي، كما نقول سرير. إذن لا غيفيير إي سورتي دو سون لي، إذن النهر يخرج عن سريره تيلمون، تيلمون كما نقول كثيرا، إلا بلو، تيلمون كما نقول كثيرا أو بشكل كثير، إلا بلو يعني أنها أمطرت. طبعا رأينا بأن هاد إيل ستان برونو امبيرسونيل، يعني هاد إيل هو ضمير غير شخصي، لا يرمز إلى شخص بعينه أو إلى فاعل بعينه، بل هو ضمير نستعمله غالبا للتعبير عن حالة الطقس. نقول مثلا إيل بلو يعني أنها تمطر، أو نقول مثلا إيل في تخي فخوا يعني أن، كما نقول أنه يعمل جد بارد، المقصود أن الجو بارد إلى غير ذلك. ثم رأينا أيضا لا كونجونكسيون دو سيبورديناسيون، إذا نتكلم عن أداة ربط وتبعية، كما نقول تتكون عندنا عبارة رئيسية وتتكون عندنا عبارة ثانوية تجي باش تقول لنا السبب اللي خلى الحدث يوقع في العبارة الأولى. الربط بين العبارتين يكون من خلال لا كونجونكسيون دو سيبورديناسيون، لا كونجونكسيون دو سيبورديناسيون. كما نتكلم عن أداة ربط للتبعية، كما رأينا فيما سبق إلى أن أكسيدون باسكو تيليفوني اون كوندويزون، إذن هي كانت عندها حادثة
هذه العبارة الرئيسية أل تليفوني أون كوندوزون، هي كانت تهاتف سائقة، إذن هي كانت تقوم بالهاتف، كانت تتكلم في الهاتف. أون كوندوزون سائقة، سائقة وهي تسوق، وهي تسوق السيارة. إذن طبعا نربط بين هذه العبارتين ب لا كونجونكسيون دو سيبورديناسيون، اللي هي باسكو. إذن فنقول إلا إي أن أكسيدون باسكال تليفوني أون كوندويزون. ثم رأينا لي بريبوزيسيون، كما نقول الأحرف، طبعا رأينا أ و دو باغ بوغ. إل بلوغي دو جوا، هي تبكي من الفرح، لا جوا هو الفرح. إل بلوغي دو جوا، هي تبكي، هي كانت تبكي من الفرح. إذن طبعا بسبب كثرة الفرحة بدأت تبكي، كانت تبكي. إذن طبعا البكاء هو بسبب الفرحة، هو بسبب الفرح. إذن طبعا نربط بالعبارتين بهد. إذن هد ستون بريبوزيسيون، هي حرف لكنها استعملت هنا للتعبير عن السبب. ثم عندنا إلى غاست باغامور بور لوي، إلى غاست باغامور بور لوي، هي بقيت كما نقول بحب الله. هاد باغ أتت هنا للتعبير عن السبب، إذن بسبب حبها له هي بقيت. إذن ثم إلى تيبوني هو عقب بور أفوار مونتي، كما نقول من أجل الكذب، استعملنا بور للدلالة على السبب، فبسبب الكذب هو عقب. ثم عندنا أجوي أفك لو فو تي فا فينيغ با تو بغيلي، أجوي أفك لو فو تي فا فينيغ با تو بغيلي. إذن باللعب بالنار أنت ستنتهي بإحراق نفسك، إذن أنت ستنتهي بإحراق نفسك باللعب بالنار. إذن هاد بي اللعب بالنار أو باللعب مع النار، إذن هاد بي اللي عندنا هنا هي تقريبا تنتكلم هنا على أ اللي تنشوف في البداية. إذن هاد أ أتت للتعبير عن السبب، فبسبب لعبك بالنار أنت في الأخير ستحرق نفسك. ثم نكمل مع لي لوكيسيون بريبوزيتيف، إذا نتكلم عن السياق بريبوزيتيف أنها تتضمن دي بريبوزيسيون، دي بريبوزيسيون تتضمن أحرف، مثلا غراس أ، رأينا الآن أ، أجوي، إذا نفس هاد أ التي رأينا، نفس هاد أ في هاد الجملة أجوي أفيك لو فو، إذا هاد أ هي التي سنراها هنا مع غراس. إذن فأصبحت هاد الصيغة تسمى لوكيسيون بريبوزيتيف، كما نقول صيغة حرفية لأن صيغة تتضمن حرف. إذن هاد الصيغة سويفي دان نو بروبر، أنها تتبع باسم خاص. اسم خاص هي عندما نقول مثلا مصطفى أو أحمد، أو نقول المدرسة المحمدية مثلا، إذن نعرف بأن هاد الاسم المقصود به هذه المدرسة بعينها. إذا نتكلم هنا عن اسم خاص، لكن عندما نقول مدرسة مثلا فهذا اسم، لكنه المقصود به مجموعة مؤسسات، كل مؤسسة تعليمية ممكن نسميها مدرسة. إذا سويلي دان نون بروبر، إذا هنا تنتكلم على اسم خاص دان ديتيرمينو بليس نون، بليس نون دان ديتيرمينو بليس نون، ممكن أنه يتبع بأداة مثلا لا أو له، ثم اسم عندما نقول غراس أ، إذن طبعا يتبع بأداة ثم يتبع باسم، أو يتبع باسم خاص. إذن كما قلنا سويفي دان نون بروبر دان ديتيرمينو بليس دان برونو، ممكن أنه يتبع بضمير إكسبريم إن كوز فافورابل. إذن في هذه الحالة، في هذه الحالة هذه غراس أ أنها تعبر عن سبب، كما نتكلم عن سبب إيجابي،
نقول مثلا غاس ألوي بفضله هو إلى لا في صوف، كانت لها الحياة سليمة. إذن كانت لها الحياة سليمة بسبب فضله، إذن بفضله كانت لها الحياة سليمة. إذن عندما يكون السبب إيجابي وفي نفع، إذن في الحالة نستعمل غاس أ، غاس ألوي إلى لا في صوف. ثم عندنا أكوز دو، هذه عكسها، عكس غاس أ، نقول أكوز دو، أكوز دي، نقول بور كوز دو، أو نقول بور كوز دو، أو أيضا بور كوز دو، ولكن تتكون عندنا واحد الكلمة مبدوءة بإن فويل، إذن هاد دو نضع مكانها دي أبوستخوف، نحذف أ ونضع أبوستخوف في القاعدة المعروفة. إذن في هاد الحالة إكسبريم إن كوز ديفافورابل، يعني أننا نتكلم هنا عن سبب ديفافورابل، يعني أنه سلبي، يكون سلبي، نتكلم عن سبب سلبي. إذا نقول مثلا لو بلون أيشوي، إذا نتكلم عن تصميم أنه فاشل، إذا نتكلم هنا عن الفشل، لا نتكلم عن حياة سليمة كما رأينا، أو نتكلم مثلا عن تصميم ناجح بفضل كذا، لا نتكلم عن هذا، بل نتكلم عن فشل. لو بلون أيشوي، إذن أكوز دو لا كريز إيكونوميك، بسبب الأزمة الاقتصادية، لو لم تكن هذه الأزمة الاقتصادية لنجح المشروع. لو كان هناك عامل إيجابي مثلا تمويلات أو إقبال الناس على دعم المشروع، إذن سنقول بفضل دعم الناس، سنستعمل هنا غاس أ ولا نستعمل أكوز دو، ولا نستعمل أكوز دو. إذن كما قلنا الآن لو بلون أيشوي، إذن التصميم أو التخطيط أنه فاشل أكوز دو، بسبب لا كريز إيكونوميك، لا كريز إيكونوميك، بسبب الأزمة الاقتصادية. ثم عندنا أون ريزون دو، أون ريزون دو، أو مثلا أون ريزون دي، نفس الشيء أون ريزون دو، ولكن تتكون عندنا واحد الكلمة مبدوءة بإن فويل، إذن هاد دو سنضع مكانها دي أبوستخوف، لأننا سنحذف أ ثم نضع أبوستخوف. أو نقول بار سويت دو، طبعا أون ريزون دو كما لو نقول بسبب، لكن طبعا كلمة ريزون، طبعا كلمة ريزون كما تلاحظوا تنتكلموا على الاستدلال، إذن طبعا كما لو نقول منطقيا، عندما يحدث هذا الفعل منطقيا فأكيد سيترتب عنه الفعل الموالي. طبعا نتكلم عن أون ريزون بهذا المعنى، إذا عندنا أون ريزون دو، أون ريزون دي، أون ريزون دي أبوستروف، بار سويت دو، بار سويت دو، كما نتكلم بتبعية كذا، إذا نتكلم عن شيء يتبعه أمر حتمي كما نقول، نتكلم عن فعل بار سويت دو يأتي بعد فعل آخر، نستعمل هذه العبارة، هذا الأمر حدث تبعا لفعل آخر، هذا الفعل حدث تبعا لفعل آخر، كما نقول بأن هذا الفعل ما كان ليحدث لو لم يحدث فعل آخر، نستعمل هذا بار سويت بهذا المعنى. ثم نستعمل كونت توني دو، كونت توني دو، كما نقول اعتبارا لي، إذن طبعا نستعمل كونت توني دو إذا تكلمنا على المفرد، طبعا بنفس الطريقة كما رأينا مع العبارات السابقة كونت توني دي، إذا كنا سنتكلم على الجمع ثم كونت توني دي أبوستخوف، إذا كنا سنتكلم عن كلمة مفردة مبدوءة بإن فويل. إذن كونت توني يعني اعتبارا لي، إذن هذا الفعل حدث اعتبارا لفعل حدث قبله، إذا أخذنا بعين الاعتبار فعل آخر حدث قبله، هذا المشروع لم ينجح إذا أخذنا بعين الاعتبار الأزمة التي حدثت قبله، منطقيا بسبب أزمة حدثت قبله إلى غير ذلك. إذن نستعمل هذه العبارات التي رأينا الآن en raison de، par suite de، compte tenu de، suivi d'un déterminant، suivi d'un déterminant، plus nom، زائد اسم
إذن إكسبريم إن كوز أوفيسيال إي أنسيست سور لا تومبوراليتي دو في. إذن نستعمل هذه العبارات، هذه العبارات تعبر عن ماذا؟ إكسبريم إن كوز أوفيسيال، إذن نتكلم عن سبب أوفيسيال رسمي منطقيا ومنهجيا أن هذا السبب سيؤدي إلى فعل آخر. نستعمل العبارات للتعبير عن سبب رسمي. exprime une cause officielle et insiste ثم أن تركز وتحث على ماذا؟ sur la temporalité du fait. sur la temporalité du fait. أنها تحث أو تركز على ماذا؟ على زمنية الفعل. على زمنية الفعل، أن تركز على الزمن الذي حدث فيه الفعل. example en raison d'un arrêt de travail. إذن كما نقول بسبب توقف العمل. l'établissement est fermé. المؤسسة أغلقت. المؤسسة أغلقت. إذن طبعا منطقيا إذا لم يكن هناك عمل بالمؤسسة فمنطقيا أنها ستغلق. إذن en raison d'un arrêt de travail. إذن بسبب توقف العمل. l'établissement est fermé. إذن المؤسسة أغلقت. ثم العبارة التي بعدها du fait de. كما نقول بفعل كذا، نتكلم عن le verbe faire يعني فعل فعل. le verbe faire هذا فعل فعل. du fait de يعني بفعل كذا. إذن هذا الأمر حدث بفعل كذا، يعني بفعل واحد السبب. إذن du fait de يعني بفعل كذا. étant donné كما نقول كون المعطى. كون المعطى ما معنى هذا الكلام؟ هذا المخطط فشل بالنظر لكون المعطى ديال الأزمة. إذا نظرنا إلى المعطى الكائن والموجود في الواقع اللي هو الأزمة، إذا طبعا عندنا واحد المعطى على الأرض هو اللي معطينا، إذا أكيد غادي يؤدي لواحد النتيجة معينة. إذا السبب ديال فشل هاد لو بلون هو كون المعطى ديال الأزمة. إذا نقول إيطون دوني أو نقول في بالنظر. المشروع فشل بالنظر للأزمة التي كانت موجودة. إذا نستعمل هاد في، طبعا هي تأتي من فعل فواغ يعني فعل رأى. سويفي دان تيتيرمينو تكون متبوعة أيضا بمحدد بلس نو زائد اسم. إكسبريم إن كوز أنديسكوتابل. إذا طبعا في هذه الحالة هي تعبر عن سبب لا يناقش. أنديسكوتابل كما نقول غير مناقش، لا يمكن مناقشته، يعني كما نقول أنه حتمي لا يمكن مناقشته. دو في دو كما نقول بفعل كذا، بفعل دو سونيتا، بفعل حالته دو سونتي، بفعل حالته الصحية أو بفعل حالته للصحة. il doit se reposer. يتوجب عليه أن يستريح. لا يمكن مناقشة هذا الأمر. du fait de son état de santé il doit se reposer. إذن بفعل حالته الصحية يتوجب أن يستريح. ثم sous prétexte de. طبعا هنا تنتكلم على واحد السبب. هذه العبارة تأتي للتعبير عن السبب ولكن تيكون سبب مشكوك فيه أو سبب كاذب. كما سنرى في المثال هو تغيب عن العمل لا نقول بسبب الحمى بل بذريعة الحمى. إذن هناك أمر مشكوك فيه، يعني هو احتج بأن عنده حمى ثم لم يأتي للعمل أو لم يأتي للقسم. إذن نقول سو بخيتيكس دو. سويفي دان ديتيرمينو إذن طبعا متبوع بالمحدد كما رأينا هنا. suivi d'un déterminant plus nom زائد اسم d'un nom sans article. إذا ممكن يتبع باسم بدون article، بدون le ولا لا، d'un infinitif، وممكن يتبع بفعل غير مصرف. طبعا لو فيرب الانفينيتيف. إذا نتكلم هنا عن فيرب، إذا نتكلم هنا عن فعل غير مصرف. إذا نتكلم عن un verbe à l'infinitif.
نتكلم عن فعل غير مصرف، أنه في حالته الأصلية. إذن في هذه الحالة عندما نستعمل سوبريتكس دو للتعبير عن السبب، إذن عن أي سبب نتحدث هنا؟ إذن هذه العبارة تعبر إكسبريم إن كوز، هي تعبر عن سبب ميز أون دوت، موضوع في الشك. عندنا واحد السبب نضعه في الشك، نضعه في خانة الشك. المقصود أننا نتكلم عن سبب مشكوك فيه. إكزامبل، كمثال، سو بريتكست دو فيفر، بداريعة الحمى، إل ني با فوني، هو لم يأتي. إذن هو لم يأتي بداريعة الحمى، ممكن أنه يكون في حمى، وممكن أنه لا تكون فيه، ليست بحمى. إذن سو بريتكست دو فيفر، إذن بداريعة الحمى، إل ني با فوني ترافايي، إل ني با فوني ترافايي، هو لم يأتي للعمل. ثم عندنا فوت دو، فوت دو، كما نقول بخطأ كذا. هذا الأمر حدث بخطأ كذا، لو لم يكن خطأ كذا لما كان هذا الفعل. سويفي باغ أنو سون أرتيكل، متبوع باسم بدون أرتيكل. طبعا نتكلم عن ال باللغة العربية، كما رأينا نتكلم عن لو أو لا. إذن سويفي باغ أنو سون أرتيكل، يتبع باسم بدون أداة، بدون أداة تعريف، أو يتبع بفعل غير مصرف. سويفي باغ أنو سون أرتيكل، متبوع باسم بدون أداة، أو بيان سويفي باغ أن فيرب أ لانفينيتيف، أو يتبع بفعل غير مصرف. إكسبريم أن مونك، أنه يعبر عن حاجة. إكسبريم أن مونك، أنه يعبر عن حاجة أو عن فراغ. طبعا لو مونك، عندما نتكلم عن لو مونك يعني نتكلم عن غياب شيء. نتكلم مثلا عن لو مونك دي زيتود، إذا نتكلم عن غياب الدراسات مثلا. لو مونك دي زيتود، غياب الدراسات مثلا. إذا بغياب الدراسات عندنا هذا المشكل مثلا. بار مونك دي زيتود أون سي بروبليم، أون سي بروبليم. إذا بغياب الدراسات مثلا عندنا هاد المشاكل. فوت دو طون، فوت دو طون، إذن كما نقول هنا بخطأ الوقت، المقصود هنا بغياب الوقت أو بنقصان الوقت، أو بنقصان الوقت، ما كانش الوقت الكافي، هذا هو المقصود بهذا الكلام. فوت دو طون، كما نقول بغياب الوقت أو بنقصان الوقت، يعني أن الوقت لم يكن كافي. إل م Il ne peut pas venir à mon anniversaire. Il ne peut pas venir à mon anniversaire. إذن بغياب الوقت هو لم يستطع. طبعا عندنا هنا il ne peut pas، هو لم يستطع، هذا le verbe pouvoir، هذا فعل استطاع، ولكن كما تنشوف بأن موضوع بين la négation، بين النفي. il ne peut pas، هو لم يستطع، هو لم يستطع، هو لا يستطيع. venir، المجيء، à mon anniversaire، إلى عيد ميلادي. إذن faute de temps، il ne peut pas venir à mon anniversaire. إذن بغياب الوقت هو لم يستطع المجيء إلى عيد ميلادي. إذن فبسبب قلة الوقت هو لم يستطع تنفيذ هذا المجيء. ثم وأخيرا à force de، كما نقول بقوة كذا، à force de، بقوة كذا. إذن فبقوة هذا الفعل الذي حدث كان هناك فعل آخر. إذن بمعنى آخر، هذا الفعل الآخر هو حدث بسبب قوة وجود الفعل الأول. عندما نستعمل à force de suivi d'un nom sans article، أيضا هو يتبع باسم بدون أداة تعريف. ثم d'un infinitif، وفي حالات أخرى ممكن يتبع بفعل غير مصرف. إذن في هذه الحالة عندما نستعمل à force de، إذن هذه تعبر عن ماذا؟ exprime l'insistance، la répétition. إذن هذه في هذه الحالة تعبر على الإلحاح، la répétition، على الترديد، على الترديد. إذن على الترديد.
طبعا نتكلم على لا فيرب ريبيتي. ريبيتي يعني انك تعيد الكلام، تعيد الفعل. نتكلم عموما عن فعل اعاد. يقول لك الاستاذ مثلا ريبيتي يعني اعيد، اعيد الكلام مثلا، اعيد ترديد الجمله مثلا الى غير ذلك. اكزامبل كمثال à force de rabâcher il a fini par retenir son rôle. À force de rabâcher il a fini par retenir son rôle. اذا طبعا غباشي المقصود به انك تردد كلاما لا معنى له لعده مرات، انك تترتر، انك تعيد كلام، تردد كلام. À force de rabâcher من كثرة أو بقوة ترديد الكلام حتى لو لم يكن له نفع، إلى فيني با روتونيغ سون رول، هو انتهى بأن نال دوره. إذن هو بقي يردد الكلام والطلب مثلا بطريقة ما حتى حصل على دور. إذن أفورس دو غاباشي، à force de rabâcher, il a fini par retenir son rôle. إذن انتهينا من هذه الفقرة، فقرة لا كوز. نكمل في الفقرة القادمة مع موضوعات أخرى. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.